السلام عليكم. بمقادير بسيطه غادي نحضروا دي ميني كيك. عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، ساشي ديال الفاني، خماره، عندي 320 غرام ديال الدقيق، واحد البيضه، لوسيز ديال الحامض، وعندي معلقه ديال المربى، واحد رشه ديال الملح. غندوزو دابا للطريقه. الفيديو موضح راسو. غادي نخلطوا هاد المقادير كامله بالتتابع. هاد المينيكيك كيجيو رائعين، تقدري تحضريهم مائده الفطور، تحضريهم مائده الفطور ديال يوم العيد ان شاء الله. كيجيو زوينين وفرديين. كيهزوش بزاف المقادير، ما فيهمش البيض بزاف، ما حد البيض دابا غالي. حنا غنبقاو نديرو غير الحاجات ديال البيضه، وحده جوج بيضات حتى خاص لينا البيض، ديك الساعه نخدمو بيه ماشي مشكل. انا دائما مع السهل البسيط. في الاخير غادي نضيفوا واحد المعلقه ديال الخل. صافي كنجيبوا هاد كياس ديال الورق، انا كنديرهم في هاد ليمول ديال الحديد باش يبقاو شادين لافورم ديالهم. كندير فيهم معلقه ونص. صافي كنعمرو هاد لي قويغطات كاملين. صافي كنجيب هنايا عندي لا كريم باتيسيير، صيبتها، كلشي كيعرف ليها. غنديرو منهم واحد الخطوط. صافي غيكون الفران مسخناه وغادي نقص عليه، وغادي ندخل اللاطا ديالي. طيب من بعد ملي يخرجوا غادي نزينوهم. دابا بعدنا خرجوا كيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيطيبوا مزيانين. صافي دابا غنجيب الناباج باش غندهنهم. غادي ندهنوا الميني كيك ديالنا بالناباج، وغادي نزينوهم بانصاف ديال حب الملوك المعسل. صافي انا كنقطع هذوك حب الملوك المعسل، كنقطعوه هكا على ثلاثه الطريفات، كنديرهم كيجو رائعين وكيجو خفاف. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم شاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. شكرا لكم.